السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامري. أنا إن شاء الله غادي نقدمو فكرة جديدة لهاد الأرانب الصغار. إلا تخيلتوا معايا أن هاد الكاج ما فيهش هاد لي تيوب هادو، يعني هاد القوادس هادو، كيفاش غادي تكون التربية ديالهم؟ في الحقيقة هاد القوادس مهمين بزاف النمو ديال الارانب واللعب ديالهم، لان الا الارانب بقاو غير مجموعين في واحد الجهه، يعني ما كيلعبوش، ما كيجريوش، ما كيتحركوش، كونوا متاكدين انهم غادي يكونوا غير مكمكمين مع بعضياتهم، يعني شي مخشي في شي، وما كي ما كاينش واحد الحيويه. اما بالنسبه لهاد الطريقه هذه راها مهمه بزاف، ملي يكونوا صغار ما ديروش هذا الحجم هذا ديال دابا. انا راني شفتهم شويه تبارك الله بداو في الفلو، بدلت لهم هذا الحجم ديال هذا الدوره ديال هذا القادوس. هذا القادوس كيدخلوا منه، انتم كما كتشوفوا راه دخل، ها هو كيخرج. هذا القادوس في نفس الوقت يعلمهم اللعب، يعني الحيويه، وفي نفس الوقت كيطوالوا كيتجبدوا، يعني ما كيبقاوش مكركبين، يعني العضلات ديالهم كيتمدوا. انتم الا لاحظتوا كيبان لك الارنب ملي كيبغي يتمشى كيرمي رجليه لقدام وكيتسرح. كيفاش كتعودوا نتوما على هذه الطريقه بهاد القوادس هادو؟ ملي يكونوا صغار ديروا واحد القوادس، راه كيكون الحجم ديالهم بحال دابا، هذا راه الحجم ديال 80، راه كاين ديال 50 وكاين ديال 100. المهم الحجم يكون ما اصغر، باش هما كيبقاو يدخلوا في وسط منه، كيبقاو يخربشوا لداخل، المهم كيبقاو يلعبوا. كونوا متاكدين ان هذه الطريقه هذه راها مفيده ومفيده بزاف. القضيه ديال ملي كيكونوا عاد صغار، هاد القادوس يقدر يتكركب بحال هكا ويقيس شي واحد، الا مشى مشى من هنايا هكا يقدر يقيسو في رجلو، يعني يتكالى معاه، يقدر يتقلب عليه ويقيسو في رجلو. انا شوفوا راني درت هاد الطريقه هادي، درت لهم واحد السلك هنا انه ثبتو مع الكاج انه ما يبقاش يتحرك، ثم هنا كيبقاو يلعبوا. كاينه قضيه اخرى بالنسبه لهاد القوادس هادو واللي هي مهمه بزاف كاع، ان الطرف هذا راه شويه كيبان كبير، يعني الا مشات تحط بواحد الطريقه يعني مستويه، يقدر منين يدخلوا انهم يفزقوا في وسط منه، يعني حاشاكم الاوساخ ديالهم والبون ديالهم اعزكم الله، يقدر يسبب لهم في الجرب، يعني اسمو طريقه. وهي انا شوفوا هنا درت واحد الخشيبه هي هنايا باش القادوس يجي مائل، حتى الا دخل من هنا ولا دخل من هنا ولا مشى تفزك في الوسط ولا دار الوسخ ديالو، كيهود هذاك الوسخ وكيتسرب، يعني كيمشي للكاج. هاد الطريقه هذه انا راني خديتها من عند واحد الكاوري، يعني روماني هو اللي كان داير هاد الطريقة. هو باني هذا باني بواحد الطريقة مائلة هكا، وداير له بحال واحد الخشبة شاصي، وكيطلعو هما كيدوزو من هنا كيطلعو وكيمشيو لتما وكيبقاو يلعبو. ومنين يعني تحاورت معاه، كندير العلاقات ديالي مع ناس ديال برا، قال لي بلي هاد الطريقة مهمة ومفيدة ليهم بزاف، لأنهم كيتجبدو كيتمدو، يعني عند تجربه الا مشيت تم ما درتلهمش القوادس راه كيكونوا قلت لكم مكركبين في واحد الجهه في واحد القنت، وما كيتحركوش بزاف، كيبقاو يعني حتى الحجم ديالهم انت ما كتساعدهمش انهم غادي يكبروا ويتجبدوا، يعني الطول ديالهم كيطوالوا، لا كتخليهم غير مكركبين وفيهم البرد في واحد الجهه ولا هكا. هاد الطريقه هذه كيدخلوا كيبقاو يلعبوا كي سميتو يسرحوا العضلات ديالهم، يعني العضلات ديالهم كتسرح، وفي نفس الوقت كاين واحد الجو ديال المرح في وسط الكاج. ان الارنب الصغير او الكبير خصك تهتم به كانه الولد ديالك، يعني خلي له المجال فين يلعب، مره نفسهم حيدهم من الكاج وديرهم في واحد الجهه فيها شميشه ولا المهم الارض، انهم يتمشاو ويجريو، ولا درتهم في غير في الكاج راه كيبقاو بحال اللي مجموعين وكيولفوا هذاك الخمول كيولفوه. اما بالنسبه للمرح ديالهم، انا كنقول المرح يعني خصهم يتحركوا ويجريو، انتم كيتعلم انه يوقف
هذه راه الطول ديال ديالو يعني نتيجة من هذا الأنابيب اللي درنا. إذا إلى عجبكم الفيديو شاركوا معنا، مرحبا بتعليقاتكم الطيبة، وشكرا وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.